السلام عليكم ورحمه الله، اعزائي المشاهدين ارحب بكم جميعا في مستهل هذه الحلقه من الاجنده. في اجنده هذا الاسبوع جهود يكتنفها الفشل لاعاده طرفي المشاورات الى الكويت. البعد الاخلاقي في قصه الميليشيا. تحولت مشاورات الكويت إلى موضوع مثير للنقاش وربما مثير للسخرية. ليس لأنها ستنج... ليس لأنها ستنتج الحل السياسي المفترض بل لأنها بحد ذاتها تحولت إلى عقدة في منشار الحل السياسي بعيد المنال. أصوات المدافع والبنادق وأزيز الطائرات يسمع في فضاء كل المواجهات مؤذناً بعودة الحرب إلى أوجهها. وتراجع خيار السلام وغياب كامل للهدنه الا من تصريحات المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ قد تستانف مشاورات الكويت وقد لا تستانف والحقيقه ان هناك صعوبات حقيقيه امام استئناف هذه المشاورات الا اذا تيقنت الحكومه من ان شروطها قد نفذت من جانب الانقلابيين وفي مقدمه تلك الشروط تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 2216 لكن حتى الان لا توجد ضمانات بشان التزام الانقلابيين وعدم وجود او وعدم وقوع المشاورات فحية لمراوغات وتسويفات جديده من قبلهم على الرغم من انهم هذه المره قد ذهبوا الى الكويت بدون اي تاخير. عن التطورات المرتبطه بجهود استئناف مشاورات الكويت والظروف المحيطه بهذه الجهود على المستويين السياسي والميداني سوف نخصص الملف الاول من الاجنده فيما سيكون الملف الثاني عن الحديث عن البعد الاخلاقي في قصه الميليشيا وشبيهاتها في المنطقه لم يسبق للحكومه ان اظهرت هذا القدر من الاصرار على تكوين مسار المشاورات وضبط بوصلتها وإعادتها إلى مرجعياتها الأساسية كما فعلت هذه المرة. والأمر لا يتعلق باليقظة السياسية لدى الحكومة ولكنه يتعلق أو يأتي نتاج التطورات السيئة لإصرار الأمم المتحدة غير المبرر على فرض رؤيتها للحل. وهي الرؤية التي تنسب شرعية الحكومة الحالية شرعية الحكومة الحالية ومرجعيات الحل السلمي في البلاد. ولهذا جاز القول إن الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد الرب منصور هادي تواجه تهديدا وجوديا في ظل توجه الأمم المتحدة والرعاة الدوليين نحو إقرار صيغة حل وفرضها على طرفي مشاورات الكويت. تقوم هذه الصيغة على فكرة تشكيل حكومة حكومة شراكة وطنية دون الالتفات إلى خطوات التهيئة الضرورية التي تراها الحكومة وأنصار استعادة الدولة ضرورية لكي يمضي الجميع في طريق امن وعلى قاعده صلبه من الشراكه المتكافئه بين اطراف العمل السياسي في البلد سبق وان تناولنا في حلقات سابقه من هذا البرنامج مخاطر الحل الذي تحاول الامم المتحده فرضه وقلنا انه بكل بساطه يطيح باخر رمز من رموز الشرعيه الدوله الشرعيه الدوله اليمنيه المتصله بالانتخابات والخيارات الشعبيه لأن الحكومة أو حكومة الشراكة التي يراد للإنقلابيين المشاركة فيها بأسلحتهم وبجبروتهم وعنجهيتهم وخياراتهم الوطنية هذه الحكومة لا تعني سوى القضاء على آخر فرص الحل والقضاء على حلم استعادة الدولة وحماية الوطن من الانهيار وقلنا أن تقويض أو عفواً تفويض حكومة الشراكة المقترحة لتكون المرجعية الأساسية للعملية السياسية كما ترغب الأمم المتحدة هي مجرد فخ فخ واضح وحيلة خبيثة مفضوحة لتقويض المرجعيات الأساسية للعملية السياسية وإيكال هذه المهمة مهمة التقويض لحكومة يهيمن عليها الانقلابيون ولا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان أن هؤلاء الانقلابيين سيمضون في خط الحل وحين يهيمنون على الحكومة فإن بوسعهم أن يقوضوا المسار السياسي ولو كان هشا ويستفردون بالقرار السياسي كما هي عادتهم والأمر لا يقتضي سوى إقصاء الشركاء كما سبق وأن أقصوا شركاء العملية السياسية من قبل بل وأقصوا الرئيس نفسه رئيس الجمهورية الذي اعتمدوا عليه في لحظة من اللحظات في تمرير مخطط الانقلاب التدريجي على الدولة قال الرئيس هادي إننا لم نحصد إلا السراب من قبل الميليشيا الانقلابية التي لا يهمها الا وقف الغارات الجويه لكي تستمر في عدوانها على الابرياء وقتل الاسر والاطفال، كما حدث صبيحه العيد في مارب ومواصله حصار المدن في تعز وغيرها. كان هذا جزء من كلام الرئيس عبد ربه. كان محقا فيما قاله وسنظل نحصد السراب والخراب اذا تراجع الرئيس وتراجعت حكومته عن شروطهم المعلنه واذا لم يستثمروا الموقف القوي والحاسم للاحزاب المؤيده للحكومه ولرؤيتها بشان شروط العوده الى الكويت واستئناف المشاورات. كانت سبعه احزاب بينها الاحزاب الرئيسيه في البلاد بما في ذلك قسم من حزب المخلوع صالح قد وضعت اربعه مطالب في بيان لها صدر بهذا الخصوص. المطلب الاول هو الالتزام الصريح من قبل الميليشيا بتنفيذ القرار 2216 دون شروط مسبقة وبإشراف دولي وإقليمي المطلب الثاني كان تنفيذ الميليشيا لتعهداتها في جولة بيل السويسرية والمتعلقة بتنفيذ إجراءات بناء الثقة بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن وفتح المنافذ الآمنة المطلب الثالث هو الالتزام بالمحاور الخمسة التي تشكل اجنده المشاورات حسب التراتبيه المنطقيه لها وهي كما يلي الانسحاب من المحافظات تسليم السلاح عوده مؤسسات الدوله الافراج او عوده مؤسسات الدوله الافراج عن المعتقلين واخيرا استكمال العمليه السياسيه من حيث توقفت. المطلب الرابع عفوا تحديد سقف زمني للمشاورات يلتزم به الطرفان. وشددت هذه الاحزاب على ان السلام يجب ان يكون قائما على اسس ثابته وقويه تضمن استمراره وديمومته وهو ما لن يتحقق الا بالالتزام بالمرجعيات المقره وبضمانات دوليه واقليميه تضمن عدم تراجع الطرف الانقلابي عن تنفيذ التزاماته تعمدنا ايراد ما جاء في بيان الاحزاب لكي نؤكد على حقيقه ان هذا البيان وهذا الموقف من الاحزاب يجب البناء عليه يجب البناء عليه باعتباره موقف الاجماع الوطني حول قضايا تعزز من خطط الحل المدعومه بالمرجعيات وبقرارات الشرعيه الدوليه ولا تصطدم معها. لقد عملت الامم المتحده على تحييد الموقف الوطني الجامع الذي يقف خلف الحكومه وتعاملت للاسف مع الحكومه كطرف في الازمه لا كمرجعيه دستوريه تتمتع بالشرعيه الكامله حتى انها بدأت اليوم تطرح فكرة تقويض هذه الحكومة وتنصيب حكومة تروق للحوثيين والمخلوع صالح وتتسك مع أهدافهم غير النبيلة وكأن الأمم المتحدة تكافئهم عن الحروب التي أشعلوها في كامل اليمن يجب أن ترفع المطالب الأربعة إلى الأمم المتحدة باعتبارها مطالب الإجماع الوطني وأن تظهر الحكومة والأحزاب والقوى الوطنية أو أن تظهر هذه الأحزاب والحكومة موقفا حازما من أي محاولة تستهدف الحكومة والالتفاف على خطوات الحل السياسي التي تبدأ بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ألفين وستة حط والد الشَّيْخِ فِي العَاصِمَةِ صَنَعَاءِ رَحْلَهُ وشرع في اجراء المقابلات مع ممثلي الانقلابيين وكانت النقطه الجديره بالاهتمام في هذه الزياره الامميه الى صنعاء هي مقابله ولد الشيخ للمخلوع صالح. وفقا لما تردد في الاخبار ومقابله كهذه ان حدثت فان المبعوث الاممي يكون قد قامر بسمعه الامم المتحده حينما اختار ان يتحاور مع شخص يخضع للعقوبات الشامله بما فيها المنع من السفر. باعتباره احد معرقلي التسويه السياسيه كما قالت الامم المتحده خطوه كهذه تضاف الى جمله من خطوات ومؤشرات تبرهن على ان المخلوع صالح يستميت في استعاده دوره وتاثيره في مجرى العمليه السياسيه بشكل مباشر بدلا من استخدام الورقه الحوثيه هذا السلوك من جانب المخلوع صالح ربما هو الذي اغرى المبعوث الاممي بتجاوز المحاذير ومقابله المخلوع املا في الحصول على دعم حقيقي من احد اهم اطراف الازمه في اليمن او في هذه المرحله وبالتاكيد لن يحصل المبعوث الاممي على ما يريد وثمة تمت توقعات بان تكون المملكه العربيه السعوديه قائده التحالف قد اوعزت للمبعوث الاممي مقابله المخلوع واعطائه تطمينات بانه لن يستهدف من العمليه السياسيه الحاليه حينما دفع المخلوع صالح بالحوثيين الى آآ آآ ليكونوا واجهه لتنفيذ المشروع الانقلابي. كان يدرك انهم سيقومون بهذا الدور ليس نيابه عنه بل بالاصاله عن انفسهم وجريا وراء مشروع استعاده السلطه القديمه الخاصه بهم. ولكنه اي صالح كان يعتقد ان لديه القوه العسكريه الكافيه القادره على ردعهم ولجم طموحهم وإيكافهم عن اي تقدم خطير باتجاه الاستحواذ على السلطه. في اللحظة المناسبة كما كان يعتقد لولا ان التطورات السياسية التي حولتهم الى شريك اساسي في نظر المجتمع الدولي والاقليمي الى حد فتح خط تفاوضي جانبي مع المملكة والدخول في ترتيبات عسكرية وامنية في معها على الحدود فيما بقي هو بعيدا عن هذه الترتيبات لولا هذا كان هذا هو التطور الاكثر سربية في مهمة ولد الشيخ صالح بصنعاء وقد اعاد الى الأذان ذلك الموقف الذي ظهر فيه وهو يتلقى الهدايا من رئيس ما يسمى باللجنه الثوريه وهي الكيان الذي يدير صوريا مؤسسات الدوله بصنعاء ويعبث او يعيث فيها خرابا لم يكن المبعوث الاممي موفقا في موقفه ذلك ولا في موقفه الاخير ايضا لان ما يقوم به لا يخدم السلام ولا يساعد على انجاح مهمته التي يفترض ان تكون مهمه الامم المتحده عاد المبعوث الأممي من صنعاء بإنجاز متوقع هو قبول الانقلابيين بالعودة إلى مشاورات الكويت لكن عودة الانقلابيين لم تعد هي القضية الأهم كما كان في السابق بل ما يتعين عليهم تنفيذه من أجل إنجاح مشاورات الكويت إن كتب لها أن تستأنف فالحكومة هذه المرة هي التي ترفض العودة إلى الكويت إلا بعد أن يتم تنفيذ ما فشلت الأمم المتحدة في فرضه من قرارات صادرة عنها وذلك نتيجة أو نتيجة سكوتها وربما تواطؤها أو تواطؤها مع تعنت الإنقلابيين ورفضهم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 على وجه الخصوص. التصريحات التي أطلقها المخلوع صالح بخصوص إنفتاحه على مشاورات الكويت، ربما كانت ضرورية لكي يعطي للقائه بالمبعوث الأممي مبررا يمكن التذرع به من جانب ولد الشيخ لكن هذه التصريحات الإيجابية بالنسبة للذين يعرفون المزاج المخلوع صالح وأساليبه لم تأتي إلا في سياق المزايدة على الموقف الحكومي الذي يمتنع عن الذهاب إلى الكويت قبل الالتزام الواضح من جانب الانقلابيين بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاحتكام للمرجعيات الناطق باسم الحوثيين ورئيس وفدهم الى الكويت اطلق اشارات سلبيه في احدث تصريحاته بشان موقف الميليشيا من العوده الى مشاورات الكويت عندما شدد على انه لا واقعيه ولا مقبوليه لاي حل لا يستند الى توافق حقيقي يؤدي الى وقف او وقف كافه اشكال العدوان ويرفع الحصار ويزيل القيود الاقتصاديه هذا الموقف المعبر عن لسان حال الانقلابيين ومشروعهم يغطي عمليا على التصريحات المراوغه للمفلو... للمخلوع صالح وان كانت قد اشارت وتضمنت هذه المطالب. لا ينبغي او لا يجوز ان تستمر الامم المتحده في صم الاذان او عن عن تصريحات واضحه يطلقها الانقلابيون ويطالبون فيها بالحصول على مكافاه مكافاه على انقلابهم مكافاه على حربهم ضد اليمنيين وضد الجيران انهم يطلبون او يطالبون بوقف طلعات الطيران الحربي للتحالف ورفع الحصار على واردات الأسلحة إلى ميليشياتهم وإنهاء ما يسمونها بالقيود الاقتصادية إنهم يريدون بوضوح التوقيع على القبول بسلطة الأمر الواقع التي أسسوها في صنعاء بعد انقلاب 21 سبتمبر 2014 تبدو تبدو الصورة قاتمة ومسودة للغاية بشأن مستقبل مشاورات الكويت واخطر من ذلك انه الامم المتحده تبدو في مازق بعد ان اختارت حشر الحكومه في زاويه ضيقه عبر سعيها لفرض مشروع حل سياسي يطيح بالحكومه ويعيد تنصيب الانقلابيين رسميا حكاما على اليمن وكان الاجدر بها ان تجبر الانقلابيين على تنفيذ قراراتها. لا يمكن ان تكتمل الصوره بشان احداث الاسبوع المنصرم دون التوقف امام دلالات الزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس عبد منصور هادي برفقة نائبه الفريق علي محسن الاحمر الى مارب. هذه الزيارة لا تنفصل عن الضغوط التي يتعرض لها التحالف العربي مثله مثل الحكومة للقبول بالرؤية الاممية للحل. وبالتأكيد لم يكن الرئيس ليقوم بهذه الزيارة بدون تنسيق كامل ورضا كامل من جانب المملكة العربية السعودية. بالنظر الى الخطورة التي تكتنف زياره راس الدوله ونائبه في ان واحد لمنطقه ما زالت تعد بشكل من الاشكال مسرحا حربيا على الاقل بسبب ما تتعرض له من صواريخ بالستيه بين الحين والاخر تحرص السعوديه على الحفاظ على الشرعيه وعلى حياه رموزها وتعد ذلك جزءا من المعركه مع الانقلابيين ومن هنا يمكن فهم اهميه هذه الزياره التي فتحت المجال على توقعات متفائله بشان قرب معركه الحسم عبر تحرير العاصمه صنعاء الا ان هذه الزياره التي تعطي انطباعا بان الحكومه والتحالف لم يتخليا عن الحل العسكري لا تطرح تاريخا محددا لما يسمى بالحسم. سخرت المملكه سلاحها الجوي لنقل الرئيس وقامت باجراءات امنيه مشدده لحمايه وتامين زياره الموكب ونائبه او الرئيس ونائبه الى مارب من اجل هدف واحد هو الضغط على الأمم المتحدة والرعاة الدوليين للعملية السياسية باليمن والقول بأن الرصاصة ما زالت في جيبي كما يقول الفيلم العربي أو القول بأن الحل العسكري سيكون هو الخيار المتاح إذا ما قررت الحكومة المتحدة أو عفوا الأمم المتحدة فرض رؤيتها للحل والأهم من كل ذلك أن هذه الزيارة أعطت انطباعا قويا بأن المملكة العربية السعودية لن تقبل باي محاوله لفرض حلول لا تاخذ بالاعتبار الاهداف التي تدخلت من اجلها في اليمن. وتدخل معها التحالف العربي. هناك خسائر كبيره قدمها التحالف في الفتره الماضيه ليس من اجل ان ياتي المبعوث الاممي ويفرض حلا صاغته مراكز الابحاث في واشنطن بل من اجل حفظ الامن الاقليمي وحمايه مصالح دول الاقليم وضمان امن مستدام في اليمن. وهذا يعني أن أي حل ستفرضه الأمم المتحدة لن يكتب له النجاح إذا لم يكن محل رضا التحالف العربي وكائدة التحالف المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص ولدى التحالف والسلطة الشرعية في اليمن الحجج المنطقية والأسانيد والمبررات الكافية التي تجعل موقفهم يستمر بهذه القوة في وجه أي محاولة لفرض حلول لا تحقق مصالح الشعب اليمني تبدو جهود الحل السلمي وكانها تدور في حلقه مفرغه فهناك اصرار اممي على استمرار المضي في خط الحل السلمي يقابله رفض من جانب الانقلابيين لتنفيذ القرار او قرار مجلس الامن 22 16 الذي يتضمن خطوات ضروريه لتهيئه الارضيه لمشاورات سياسيه تفضي الى الحل المنشود. يتوازى هذا الرفض مع العمليات العسكريه المتواصله في مختلف الجبهات وفي المقابل تواصل الحكومه الاصرار على مطالبها بتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي بل تكاد تكون الطرف الوحيد الذي يذكر الجميع بان هناك قرارا صادرا عن مجلس الامن يتعين تنفيذه. في داخل هذه الدائره المفرغه يحاول السفراء الغربيون دون كلل المضي في خططهم لتمييع الحل السياسي في اليمن عبر تطبيع العلاقات مع الانقلابيين. وممارسة الضغط على الحكومة للقبول بصيغة حل تكرس نفوذ الانقلابيين وتقوض نفوذ الحكومة وهم في مواقفهم المعلنة يؤكدون باستمرار أنهم يقفون إلى جانب السلطة الشرعية ويدعمون, ويدعمون جهود الحل السياسي تناقض في الموقف وموقف لا يتطابق أبدا مع ما يريدون تمريره في الخفاء وفي الغرف المغلقة ومن تحت الطاولات مشاهدينا الكرام إلى هنا ينتهي النقاش في ملفنا الأول من الأجندة سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصلة النقاش في الملف الثاني المتعلق بالبعد الأخلاقي للظاهرة البليشاوية الحوثية والحزبلاتية أرجو ألا تذهبوا بعيداً مرحبا بكم مجددا. ينشغل الناس خلال الحروب الجاريه بالابعاد السياسيه للحاله الحوثيه والجماعات الدينيه الشبيهه الشبيهه بها في الساحه كالقاعده وداعش وما شابهها. ويهملون بعدا اخر ربما هو اكثر اهميه من الابعاد السياسيه لهذه الحروب ولهذه الاجتياحات هو البعد الاخلاقي. البعد الاخلاقي في اي معركه هو البعد النهائي الذي يدير المواجهات والذي يحكمها والذي يجعل لها اما المشروعيه او يسلب عنها هذه المشروعيه. يبدو ان الناس قد تاثروا فعلا بمقوله انه لا اخلاق في السياسه. وهذه مقوله خطيره بل انها اخطر من مقوله انه لا دين في السياسه. لماذا؟ لانه قد يتخلى او قد تتخلى السياسه عن الدين وتبقي على مجموعة من القيم التي تنضبط بها لكن عندما تستبعد الأخلاق من مجال السياسة فإن السياسة بلا شك تتحول إلى مجرد شرور خالصة لا يمكن الركون عليها طبعا الدولة في العصر الحديث تغولت كثيرا وأصبحت تتدخل في أدق تفاصيل الحياة اليومية للإنسان وهذا التغول للدوله لابد انه سيحتك بالاخلاق بشكل من الاشكال ونقصد بالاخلاق هنا بطبيعه الحال المفهوم الفلسفي لللفظه لانه يعني الاخلاق ونظريه الاخلاق هي مبحث من مباحث الفلسفه يعتني ويهتم بمفاهيم الخير والشر نظريه الخير والشر هذه المفاهيم لابد ان تحتك بها الدوله ولا بد ان تتعرض لها بشكل من الاشكال ولا يوجد دوله في العالم اليوم لا يمكن ان تتعامل مع مفاهيم الخير او مفاهيم الشر والذي يقول بانه لا اخلاق في السياسه يقصد انه لا اخلاق ساميه في السياسه وهذا الكلام خطير كما قلنا لانه اذا تخلصت السياسه من الاخلاق الساميه ومن قيم الاخلاق الساميه فان بشكل طبيعي وبشكل تلقائي ستتبنى اخلاق سلبيه واخلاق الشر في المقابل الدوله لم تعد جهازا محايدا لخدمه المواطنين كما يتصور البعض. الدوله بالذات في العالم الثالث وفي ما يسمى بالعالم الثالث او العالم المتخلف الذي نعيش فيه نحن اليمنيين على سبيل المثال. الدوله هي عباره عن جهاز قمعي يقوم بخدمه النخبه الحاكمه في البلد. وهذه النخبه من مصلحتها ان لا يكون هناك قيم حاكمه للسياسه. لأن هذه القيم ستعطل مصالح هذه النخبة الحاكمة هي حاكمة بطبيعتها هي نخبة بطبيعتها نخبة فاسدة تستعمل الدولة لجلب مصالح والحماية مصالحها التي راكمتها عبر فترات الحكم ومن ثم فإن من مصلحة هذه النخب ألا يكون هناك علاقة بين الدولة أو بين السياسة وبين القيم الفاضلة أو بين الأخلاق التي تضبط العمل السياسي من هذا المنظور من هذا المنظور الاخلاقي سنحاول تقليب دفاتر جماعات اسلاميه ظهرت في الفتره الاخيره في ظروف وملابسات مشبوهه ظهرت من ابعاد في ابعاد طائفيه من زوايا طائفيه مذهبيه لكنها تحولت الى مشاريع تحمل شعارات دوليه متجاوزه لظروفها المحليه كما هو الحال مع الحركه الحوثيه في اليمن وحزب الله في لبنان وما شابهها في العراق وسوريا وغيرها. هذه الحركات هذه الجماعات المسلحه ترفع شعار مقاومه المشروع الصهيوني في المنطقه ومقاومه الظلم والطغيان وتنتسب الى ثوره الحسين عليه السلام ثوره ضد الظلم وضد الطغيان وهذه معاني نبيله ومعاني جميله. لكن التطبيق الواقعي وواقع هذه الجماعات يقول عكس ذلك تماما أي أن الموقف الأخلاقي لهذه الجماعات موقف مشبوه موقف مريب وغريب يتناقض تماما مع ما تعلنه في أدبياتها وفي إعلامها وفي شعاراتها الموت لأمريكا لكن الموت يمنيين الموت لإسرائيل لكن إسرائيل هي التي تحصد ثمرة حروب هذه الميليشيا في اليمن وفي غير اليمن إذا هناك موقف اخلاقي ممزق متناقض، نحتاج الى ان نمر عليه مرورا سريعا لعل لعلنا نخلق بذلك وعيا بحكايه هذه الميليشيات. حينما ظهرت الحركه الحوثيه في اليمن لاول مره كانت في اول ظهورها عباره عن حركه مذهبيه محليه لها مطالب محدودة جدا تتعلق بعودة المذهب السلالي إلى الوجود وممارسة بعض أو حرية الممارسة المذهبية في محافظة صعدة وفي أي مكان آخر هنا وهناك كانت هذه هي المطالب الأولية للحركة الحوثية لكنها بعد ستة حروب أو ربما بعد الحرب الثانية والثالثة بدأت ترفع شعاراً ويتجاوز هموم المواطن اليمني وهموم الحركه الحوثيه في صعده. يعني الحركه هذه لم تكن مشغوله حتى بهموم المواطن اليمني نفسه انذاك، الهموم التي كانت تتعلق بالمعاناه الاقتصاديه وفساد النظام السياسي وفساد العمليه السياسيه الى اخر ذلك، هذه الامور كلها لم تكن تشغل بال مؤسس الحركه ولم تكن تشغل الحركه برمتها. لكنها في لحظه لاحقه كما قلنا بدات ترفع شعارات تتجاوز هموم الحاله اليمنيه او هموم المواطن اليمني الى هموم قوميه فرفعت شعار الموت لامريكا والموت لاسرائيل وهو شعار ايراني في الاساس كما يعلم الجميع ويبدو ان النصيحه ايضا كانت نصيحه ايرانيه برفع هذا الشعار واستدعاء الصراع العربي الاسرائيلي لاهداف لم تعد خافيه لانه بطبيعه الحال الكل يعلم الآن أن القضية الفلسطينية أصبحت مثل قميص عثمان الجميع يرفعها كثير من الناس كثير من الطوائف ترفع هذه القضية إما بالحق أو بالباطل هناك من يرفعها محقا لأنه يخوض حرب تحرير مع الكيان الصهيوني في المنطقة كما هو الحال مثلا مع حركة حماس داخل فلسطين في غزة وهناك من يرفع هذا الـ 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 القميص الـ القضية الفلسطينية إما لمدارات عورته المذهبية وأطماعه السياسية في المنطقة كما هو حال إيران أو لحشد الجماهير وتحشيد التعاطف مع الجماعة التي ترفع هذا الشعار كما هو حال الحوثيين وحزب الله وكامل المنظومة الإيرانية المعروفة إذا القضية الفلسطينية كانت عبارة عن قميص أو شعار يرفع لأهداف ليس من بينها تحرير فلسطين على في حقيقة الأمر لماذا؟ لأن القضية الفلسطينية في المقام الأول هي قضية أخلاقية يعني قضية شعب مضطهد له حقوق مسلوبة وحريات مكبوتة ويريد استعادة حقه يريد استعادة حقوقه في الأرض وحقوقه في الكرامة وحقه في الحرية من الكيان الذي سلبه هذه الأمور وهذه الحقوق، والذي يريد أن يعيد هذه الحقوق لأهلها، لابد أن يكون موقفها الأخلاقي وصفحتها الأخلاقية بيضاء، شريفة. يعني الذي يكف مع القضية الفلسطينية لابد أنه يكف مع قيم القيم التي يطالب بها الفلسطينيون، الحقوق التي يطالب بها الفلسطينيون، قيم التحرير. لكن الذي يلقي نظرة أولية. على الجماعات التي تسمي نفسها جماعات مقاومه في الساحه الان مثل حزب الله اللبناني مثل الحوثيين في اليمن مثل حركه الحشد الشعبي او ما يسمى بجماعه المالكي في العراق الذي ينظر اليها النظره الاوليه يكتشف ان هذه الجماعات بينها خصومه واضحه وصريحه مع قيم العداله والحق والحريه والمساواه. يعني على سبيل المثال القضيه الفلسطينيه فضحت هذه الطوائف يعني كشفت عورتهم على سبيل المثال حسن نصر الله قائد حزب الله في لبنان يعلن استنكاره لحصار غزه وهذا امر طيب وموقف اخلاقي يحسب له ويحسب لكل من وقف في صفه لكن هذا الموقف الاخلاقي لا يظهر في المقابل في سوريا حسن نصر الله الذي يستنكر حصار إسرائيل لغزة هو بنفسه يحاصر أو هو بنفسه يحاصر مضايا السورية وبطريقة أبشع بكثير من الطريقة التي يحاصر بها الإسرائيليون غزة يعني شعب مضايا سكان مضايا وصلوا بسبب الحصار المطبق عليهم من قبل حسن نصر الله وحزب الله وصلوا إلى حد أكل الأعشاب و الى حد ان النساء والامهات كانت تغلي الماء والملح لتطعم به اولادها وهذا ما لم يحصل في قطاع غزه من قبل الاسرائيليين هذا موقف اخلاقي متناقض هذا موقف اخلاقي غير مفهوم وغير مقبول ان تستنكر حصار غزه ثم تقوم بمحاصره مضايا في سوريا ومحاصره تعز في اليمن هذا امر غير مفهوم موقف اخلاقي متناقض ايضا لا يمكن لمن يقف في مواجهه العدوان الاسرائيلي ان يقف في نفس الوقت في صف حاكم ظالم مستبد ينتهك حقوق شعبه ويضطهد شعبه ويستلب من هذا الشعب حقوقه الاوليه المدنيه الطبيعيه الحقوق المدنيه والسياسيه الحق في الحرية الحق في الكرامة الحق في التعبير عن الذات والحق في الاعتقاد لا يمكن قبول هذه المواقف المتناقضة يعني الذي يقف مع القضية الفلسطينية لا يمكن أن يقف مع بشار الأسد لا يمكن أن يقف مع المالكي لا يمكن أن يقف مع السيسي في مصر هذه أنظمة مستبدة أنظمة طاغوتية أنظمة ديكتاتورية والديكتاتورية بطبيعة الحال موقف أخلاقي غير شريف لا يمكن ابدا ان يصدر منه موقف شريف لصالح القضيه الفلسطينيه، لا يمكن ان ياتي دكتاتور مستبد يجمع شعبه لينصر شعب اخر في فلسطين، هذا امر غير غير مقبول على على مستوى المنطق وعلى مستوى الاخلاق. لكن لان المايسترو واحد او كما يقول المثل الامريكي من يدفع اجره العازف يختار اللحن ولان الذي يدفع اجره العازف هي إيران فإن اللحن واحد في وسائل الإعلام الميليشاوية الجميع ينكر حالة الحصار وسائل الإعلام الحزب الاتية في لبنان تنكر حصار مضايا وسائل الإعلام في صنعاء التابعة للحوثيين تنكر حصار تعز ولولا وجود بعض الشرفاء في هذه الطوائف يعترفون بحقيقة ما يجري ويسطعون بالحقيقة كما هو حال هذا الشيخ اللبناني لما يعني صدق بعض الناس لنستمع إلى شيخ من الطائفة الشيعية اللبنانية يعترف بحصار مضايا من قبل حزب الله وعن المسؤولية الأخلاقية لحزب الله في هذا الحصار نتفضل ألتفت إلى أن الذي يجري الآن في سوريا وفي مضايا وفي عدد من المدن هو نكبة حقيقية ووصمة عار على جبين كل الذين يدعون الإسلام ويدعون التدين ويدعون الإنسانية ويدعون الأخلاق ونحن نرى بأم العين أن هؤلاء الأطفال والنساء والشيوخ يموتون جوعا ويموتون وجعا والما وهم لا علاقه لهم لا بالصراع المسلح ولا بالصراع السياسي ان الذين يحاصرون مضايا يعني علينا ان نكون واقعيين وصريحين يعني اذا كان النظام هو يعترف الان ان المحاصرين عددهم كذا وان حزب الله يعترف ويقول ان المحاصرين عددهم كذا اذا هم يقرون انهم هم الذين يحاصرون هذا الشعب وأنهم هم الذين يجوعون هذا الشعب وهناك مسؤولية أخلاقية وقومية وتاريخية ينبغي أن نتحدث عنها بكل صراحة وبكل جرأة في المقابل إذا عدنا للشأن المحلي أو للحالة المحلية للظاهرة الميليشاوية الموجودة الآن في الساحة العربية إذا قمنا بجردة سريعة للمسيرة الحوثية من خلال المنظور الأخلاقي سنكتشف أننا أمام كارثة حلت باليمن واليمنيين كارثة بالفعل لأن حجم السقوط الذي يعني سقطته هذه الميليشيا والمتواطئون معها كبير جدا من خلال مجموعة ظواهر أو مجموعة مواقف يمكننا اكتشاف ذلك يعني على سبيل المثال لنبدأ من نقطة تهجير أبناء منطقة دماج هذه قضية يعني أخلاقية لا يمكن قبولها في العصر الحديث، لا يمكن للعقل الاخلاقي الحديث، لا يمكن للثقافه الاخلاقيه الحديثه ان تقبل تهجير ناس من مناطقهم لدوافع سياسيه ودوافع غير غير مقبوله مهما كانت الدوافع، غير مقبول تهجيرهم. اقترفت الميليشيا الحوثيه منذ بدايه حركتها باتجاه السيطره على المدن جريمه تهجير ابناء منطقه دماج. وسكت العالم انذاك وسكت الجميع وكان هذا ايضا موقف اخلاقي غير مشرف للجميع كان هذه خطوه اولى ثم استمرت الميليشيا في الممارسات اللا اخلاقيه حتى وصلت الى اقتحام صنعاء وحينها اعلن قائد هذه الميليشيا بانه لا ينوي اقتحام صنعاء وما هي الا ايام حتى اقتحموا صنعاء و بعد أن كانوا يقولون أننا لا ننوي صنعاء وإنما نحاول رد الحكومة عن قرارها في الزيادة السعرية زيادة السعرية للمشتقات النفطية بعد أن كانوا يعلنون أن ذلك إذا بهم يقتحمون صنعاء ويفتحون سوقا سوداء لنفس المشتقات النفطية التي قالوا أنهم دخلوا صنعاء من أجل تخفيض سعرها هذا موقف أخلاقي غير مفهوم كذلك من السقطات الأخلاقية غير المقبولة تحالف الميليشيا مع النظام الذي حاربها لمده او في ست حروب سابقه. كيف يمكن قبول ان تمد الميليشيا يدها لمن قاتلها ست سنوات او اكثر في صعده؟ ان تقف معه وتضع يدها بيده لمحاربه جماعات واحزاب وتيارات كانت ضد هذه الحرب اصلا. هذا موقف اخلاقي ايضا غير مفهوم. موقف اخلاقي يدل على انها حركه انتهازيه براغماتيه لا تعنيها القيم ولا يعنيها الدين بقدر ما تعنيها المصلحه اولا واخيرا. كذلك من الممارسات اللا اخلاقيه التي يعني مارستها الميليشيا في حربها السابقه اقتحام البيوت وانتهاك الحرمات وتفجير بعض هذه البيوت بل وتفجير دور يعني عباده مثل المساجد ومدارس دينيه مثل مدارس تحفيظ القران وهذا موقف مريب كذلك من المواقف اللا اخلاقيه تعذيب السجناء بطريقه بشعه واذلال اهلهم في بعض الاحيان ووضع المعتقلين المدنيين وغير المدنيين دروع بشريه لطائرات التحالف والمتاجره بالمعتقلين وجنى جنى اموال طائله من وراء الاعتقالات غير الشرعيه يعني فتحوا سوق سوداء ايضا بجوار السوق السوداء للمشتقات النفطيه فتحوا سوقا سوداء لبيع المعتقلين واحيانا كان يتم اعتقال بعض الافراد لمجرد فقط الحصول على فديه اصبحت سوق موازيه تدر دخل مرتفعه للعصابه التي تسمي نفسها مسيره قرانيه من مظاهر السقوط الأخلاقي للجماعة المليشاوية في صنعاء تجنيد الأطفال بشكل واسع جدا لم يسبق له مثيل والزج بهم في معارك يقتلون فيها ويقتلون فيها هم أنفسهم أطفال مثلهم في الطرف الآخر لا ذنب لهم مثل ما يحدث في تعز ومثل ما حدث في عدن حينما كان هؤلاء الأطفال يوجهون بنادقهم وقناصاتهم إلى سطور أطفال آخرين وشباب مدنيين كل هذا يجري كل هذا يجري في سياق حرب قالوا انها مع امريكا واسرائيل وظهر في لحظه من اللحظات القائد حسن نصر الله ليقول ان حربه مع السعوديه هي اشرف الحروب على الاطلاق ينبغي ان نعيد النظر في الموقف من هذه الجماعات التي تكشف بلسان حالها وبلسان المقال عن أن عدوها الأساس هو عدو ايديولوجي داخل المنطقة عدو إسلامي عدو عربي لا ذلك العدو الإسرائيلي الذي تتحدث عنه في أدبياتها باستمرار لنستمع إلى حسن نصر الله وهو يعترف بأن العدو رقم واحد ليس إسرائيل وإنما شيء آخر بكل العمر اللي أنا واحد من الناس عشته هلأ صار عمري ستة وخمسين سنة على اختلاف الأقوال وبهالدنيا عملت منيح وعملت أبيح ما فينا حدا معصوم وفي المقاومة وقتلنا إسرائيل أنا وإخواني وقدمنا شهداء آخره. إذا هلأ بتقلي أشرف شي عملته بحياتك أفضل شي عملته بحياتك اعظم شيء عملته بحياتك بقول لك هو الخطاب اللي القيته ثاني يوم من الحرب السعوديه على اليمن واللي عم نعمله هلا. هيدا اعظم شيء بحياتي انا عملته. وبشعر انه هيدا هو الجهاد الحقيقي. هذا هو الجهاد. هيدا اعظم من حرب تموز، انا احساسي هيك. لانه عم تقول كلمه حق. كلمه حق. طبعا هذا كلام غير مستغرب. وما ظهر ليس إلا رأس الجبل الجليد أما جبل الجليد فهو مطبور تحت تحت السطح وبتجميع الشواهد والقرائن المختلفة سنكتشف فعلا أن قضية هذه الجماعات ليست إسرائيل مشكلتها ليست مع إسرائيل آمالها وطموحاتها ليست إعادة الحق الفلسطيني إلى أهله وانما شيء اخر شيء اخر معروف ومنكر في نفس الوقت بالنسبه للاذكياء كان يكفيهم معرفه ان الحركه التي تقوم على عقيده انا خير من هي حركه لا اخلاقيه منذ اللحظه الاولى ولا يمكن ان يعول على حركه من هذه في استعاده حقوق وحريات وكرامه من اين تاتي الكرامه اذا كان صاحب الشعار يقول انا خير من من غيري لمجرد اني من سلاله معينه لمجرد ان جدي من سلاله معينه. لا يمكن ابدا ان نعول على حركه من هذا النوع في ان تقيم الحقوق والحريات وان تبحث عن كرامه الناس لا في فلسطين ولا في غير فلسطين. هذا الشعار عباره انا خير منه كما يحدثنا القران، كما تكشف المدونه القرانيه هي العباره التي انبثقت منها كل الشرور بعد ذلك في حياه الانسان، هي عباره ابليس الاول اذا افترضنا ان هناك ابليس اول وابليس ثاني وابليس ثالث وهكذا ابليس الاول قال انا خير منه ثم بعد ذلك بدات سلسله او مسلسل العداوه مع الانسان ومسلسل الاغواء ومسلسل الشر طويل الذي لم ينتهي حتى الان وكان ينبغي ان نتوقع بعد ذلك من خلال هذا الدرس القراني ان من يناظر ابليس في هذه المقوله لابد انه سيشتغل بقيه حياته في ميدان الشر القتل التدمير التخريب التضييق على الناس في الحريات في الحقوق هذا أمر أمر طبيعي جدا من جماعة تقول أنا خير منه تقوم على عقيدة عنصرية العقيدة العنصرية في التاريخ في التاريخ كله لم تجني على المجتمعات إلا الويل والثبور لم تجني على العالم إلا الدمار سبعين تقريبا ستي من ستين إلى ثمانين مليون قتيل في الحرب العالمية الثانية كان سببها مقوله انا خير منه التي اعلنها هتلر والتي اشتقاها من الفيلسوف الالماني نيتشه ونحن نقول هناك دينان فقط اليوم دين الله ودين الشيطان دين الله يقول الحق هو القوه ودين الشيطان يقول القوه هي الحق كان نيتشه هو فيلسوف هذا المبدا مبدا ان القوه هي الحق وكان يقول على الضعفاء ان يذهبوا على الضعفاء ان يختفوا من هذه الحياه البقاء للاقوى وهو ما طبقته النازيه فيما بعد الى حد انها قتلت ما يقارب 75 الف من العجزه المعاقين في المانيا ومن العاجزين عن الانتاج هكذا كان هكذا كانت هي قيم النازيه لانها مذهب عنصري لانها حركه عنصريه ولنا أن نتوقع أن من يشبه هذه الحركة العنصرية في مبادئه لا بد أن يتشابه مع منتجات ومخرجات هذه الحالة العنصرية إننا نحذر المجتمع الذي يتساهل مع وجود هذه الحركة الحوثية في اليمن ومع وجود الحركات ذات الطابع العنصري نحذر هذه المجتمعات ستدفعون ثمنا غاليا في مستقبلكم ومستقبل اولادكم اذا قبلتم ان تستمر هذه الحركات في حكم مجتمعاتكم لانه لم يظهر لكم من 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 الجبل الا راسه لم يظهر من قبح هذه الحركات الا الشيء اليسير تصوروا كل هذا كل هذا اللي شفتوه من قمع ودمار وخراب وقبح ما هو الا شيء يسير من حقيقه الحركه التي تخبئ لكم الكثير في المستقبل لا قدر الله إذا استمرت الحركة الحوثية بطبيعتها حركة براغماتية أي حركة نفعية لا تعنيها القيم لا من قريب ولا من بعيد يعني قضية فلسطين قضية مش فلسطين هذه كلها مجرد شعارات للحشد الجماهيري والضحك على الدكون كما قالوا هم أنفسهم مع الأمريكان في لقاءات قريبة قالوا شعار الموت لأمريكا ما هو إلا للاستهلاك الداخلي إحنا أسفين ما تزعلوش إحنا ما نقصدش هذه شعارات للضحك على ذقون اليمنيين وبالتأمل اليسير في مكون الحركة الحوثية يتبين أنها حركة براغماتية غير متدينة وغير قيمية بدليل أن كثير من أنصارها أو معظم أنصارها من غير المتدينين تأملوهم تأملوا علاقتهم بالدين هل يعني تلاحظون انها حركه متدينين؟ ابدا على الاطلاق هي حركه غير متدينه وان شعرت رف... وان رفعت شعارات دينيه لكن هي حركه سلاليه معظم السلاليين سواء كانوا متدينين او غير متدين، بعضهم يعني من الربوبيين او الملحدين او اليساريين ولكنهم يناصرون هذه الحركه إذا هي جماعة غير متدينة وجماعة غير قيمية وكل الذي يعنيها هي المكاسب والحق الذي قالت أنه استلب منها في يوم ما وتريد أن تعيد هذا الحق لهذه الفئة من الناس. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الأجندة إلى حلقة جديدة نرجو أن نلقاكم فيها أتمنى لكم أوقاتاً طيبة في أمان الله وحفظه